إذن لنكن صادقين مع أنفسنا، اتفقنا؟ هل يستغرق تنظيف أسنانك الدقيقتين الموصى بهما؟ قد تشعر وكأن هاتين الدقيقتين سنة كاملة عندما لا ترغب سوى الذهاب للسرير، لذا ربما وجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما سيحدث إن توقفت عن تنظيف أسنانك بالفرشاة. هل ستسقط أسنانك أم ستكون على ما يرام؟ واصل المشاهدة لتتعرف إلى أي نهج من شأنه أن يسبب سقوط أسنانك، وأيها سيمنحها بياضاً ناصعاً. لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتنضم إلينا في الجانب المشرق للحياة. هذا ما سيحدث إن توقفت عن تنظيف أسنانك ولم تقم بأي شيء لصحة فمك، كما لو توقفت عن استخدام خيط تنظيف الأسنان أو غسول الفم، كأنك لم تقم بشيء لأسنانك لعام كامل. هذا ليس أمراً جميلاً، ستتراكم البكتيريا في فمك. إن لم تقم بتنظيف أسنانك ليوم واحد، ستبقى جزيئات الطعام عالقة بين الأسنان، مشكلة أرضية خصبة للبكتيريا، ومع مرور الوقت، ستنتشر هذه البكتيريا لتنتقل إلى لسانك ولثتك، وستظهر لديك طبقة لزجة تدعى بالطبقة الجيرية. تظهر الطبقة الجيرية على أسنان الجميع إلى حد معين، وهي الشيء الذي يأخذ الكثير من وقت أخصائي الأسنان عند محاولته إزالته أثناء عملية تنظيف الأسنان. قد تجد صعوبة في ملاحظة تطور تلك الطبقة الجيرية نظراً لأنها عديمة اللون وتصعب رؤيتها. وإن لم تكن تملك أسناناً مستقيمة، فتوقع تراكم المزيد من الطبقة الجيرية. وعندما لا تتم إزالة الطبقة الجيرية يومياً، يمكن أن تصبح صلبة وتعلق في مكانها، وهذا ما قد يتطور إلى التكلس الذي يعمل بدوره على تآكل اللثة بشكل مؤلم. ستلحق الضرر بلثتك. عندما يكون الأمر متعلقاً بالفم، تحتاج اللثة أيضاً بعض العناية. فأثناء عام من عدم تنظيف الأسنان بالفرشة، على الأرجح ستعاني من تورم وضعف في اللثة. وإن كانت أسنانك تحمل كماً كبيراً من البكتيريا والجير والكلس، فيمكنك أن تتوقع حدوث نزيف اللثة من حين لآخر، وعلى الأرجح أن المشكلة ستتطور لديك لتحدث التهاباً في اللثة، وهو واحد من أمراض اللثة الطفيفة. ومع نهاية العام يمكنك التغلب على التهاب اللثة بمساعدة الطبيب وبعض الأدوية، إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت، وفي حال ترك التهاب اللثة دون علاج قد يتطور إلى التهاب دواعم الأسنان، والذي يحدث نتيجة ابتهاج البكتيريا بعثورها على منزل جميل في فمك، فتترسخ العدوى البكتيرية لتبدأ في إضعاف العظام التي تدعم الأسنان، وبمجرد حدوث ذلك ستكون حماية الأسنان من السقوط أمراً صعباً. ستعاني من رائحة نفس كريهة. قد يبدأ الناس بالابتعاد عنك عند التحدث إليهم. أنت تعلم رائحة النفس تلك التي تصدر صباحاً؟ ستكون رائحة فمك هكذا ل365 يوماً في السنة، ولن يكون هناك مفر من الأنفاس برائحة البصل أو القهوة أو التدخين، حيث ستحمل أسنانك جزيئات الطعام مما سينتج بكتيريا تصدر رائحة قوية. يمكن للرائحة الصادرة عن البكتيريا أن تكون بمثابة إشارة تحذيرية لوجود مشكلة ما تستدعي تنظيف الأسنان، كما وقد تشير رائحة الفم الكريهة إلى تطور التهاب اللثة، كما وربما تكون تحذيراً على وجود حالة طبية كامنة تستدعي الاهتمام كمشاكل الكلى. فإن كنت معتاداً على تلك الرائحة لأنفاسك، قد تتجاهل أنها تشير إلى مشكلة صحية في غاية الأهمية، وربما تعاني أيضاً من ارتفاع في مستويات القلق الاجتماعي إن لاحظت عدم احترام الناس لك عند التفاعل معك، مما قد يؤدي إلى خجلك من نفسك، فضلاً عن أنه قد يطلق عليك لقب ما من وراء ظهرك كرائحة الموت أو رائحة مكب النفايات. قد تعاني من فقدان معادن الأسنان. تحتاج أسنانك إلى المعادن لتبقى قوية، وكلما تقدمت في السن ستفقد بشكل طبيعي المعادن الموجودة في أسنانك، وهذا ما يفسر ضعف أسنان كبار السن. ولكن قد تحدث هذه العملية بشكل أسرع إن تناولت الكثير من السكر والأطعمة شديدة الحموضة وتوقفت عن تنظيف أسنانك.
حيث تعتبر المعادن كالكالسيوم والفوسفات ضرورية للحفاظ على طبقة المينا قوية ولتمنع تسوس الأسنان. وبعد مرور عام واحد قد لا تتعرض أي من أسنانك لفقدان المعادن كليا، إلا أنها ستكون في طريقها نحو فقدان طبقة المينا والعظام التي توفر الدعم للأسنان، وبمجرد ذهابها لن تكون هناك طريقة لاستعادتها، لذا ستعاني من خطر فقدان الأسنان على المدى الطويل. وكما وعدناكم، هناك طرق بديلة للحصول على أسنان ذات بياض ناصع دون تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتشمل العناية بالأسنان ببعض الأساليب البديلة. لنبدأ بالعد التنازلي من الطريقة الرابعة، غسول الفم. لا حاجة للقلق بشأن رائحة نفس الكريهة إن كنت تستخدم غسول الفم، فيمكنك التمتع بنفس منعش طوال اليوم، كما يمكن لغسول الفم مساعدة في منع تسوس الأسنان ومحاربة أمراض اللثة إن كان يحتوي على الكحول والكلور هيكسيدين. تسمى بعض أنواع غسول الفم بالعلاجية نظراً لقدرتها على السيطرة على الطبقة الجيرية والتهاب اللثة وتسوس الأسنان، ويتوفر العديد منها للشراء في الصيدليات دون الحاجة لزيارة الطبيب للحصول على وصفة طبية. يمكن لهذه الأنواع من غسول الفم مساعدتك في علاج أي قروح تظهر خلال العام عن طريق تطهير المنطقة. أما إن كان غسول الفم يحتوي على الفلورايد، فيقول الطبيب نيكولاس توسكانو الحاصل على البورد الأمريكي لأمراض اللثة أن ذلك يقلل من فقدان المعادن والتسوس في الأسنان، ولكن هذا ليس ممكنا للأطفال الذين هم دون السادسة من العمر، حيث تنصحهم الرابطة الأمريكية لطب الأسنان بعدم استخدامه خوفا من ابتلاعه. الطريقة الثالثة، يمكن لتنظيف الأسنان بالخيط أن يكون فعالا جدا. وفقا لطبيب الأسنان الأمريكي مارك بورهين، يمكن لتنظيف الأسنان بالخيط أن يكون أكثر أهمية من تنظيفها بالفرشاة، فإن توقفت عن تنظيف أسنانك بالفرشاة لفترة طويلة مع مواصلة استخدام الخيط لتنظيفها، ستنقذ أسنانك من أي تراكم للطبقة الجيرية بين الأسنان وبجوار اللثة. كل من التنظيف بالخيط والفرشاة يعتبر في غاية الأهمية، ولكن التنظيف بالخيط قادر على الوصول إلى تلك الأماكن التي يصعب على الفرشاة الوصول إليها، وعلى المدى الطويل سيجنبك تنظيف الأسنان بالخيط الإصابة بأمراض اللثة. ولكن احرص فقط على تنظيف أسنانك بالخيط مرة واحدة يوميا، فإن لم تمر 24 ساعة كاملة دون استخدام الخيط ستكون أسنانك على ما يرام. قد تبقى أسنانك الأمامية معرضة لتشكيل البقع نظراً لعدم إيلائها أي اهتمام، ولكن يمكنك تفادي ذلك من خلال مراقبة ما تأكله. الطريقة الثانية، تجنب السكر. قبل أن تقول أنه لا يمكنك التوقف عن تناول السكريات، اعلم فقط أن هذه قد تكون الوسيلة الأكثر نجاحاً لعدم استخدام فرشاة الأسنان بنجاح. يقول الدكتور فيليب هوغل، وهو طبيب أسنان وأستاذ في صحة الفم في كلية طب الأسنان بجامعة واشنطن، أن أفضل طريقة لمنع تسوس الأسنان ليست تنظيفها بالفرشاة، بل بتجنب تناول السكريات وغيرها من الكربوهيدرات البسيطة. ولما هذا؟ يمثل الفم دائما مأوى للبكتيريا، وبعض هذه البكتيريا ضار أكثر من غيره، وأشدها خطرا هو ذاك النوع الذي يحب أن يلتهم السكر الموجود في الأسنان. لذا عند تناولك لمصاصة أو قطعة من الكعك، لا تكون هذه الحلويات شهية بالنسبة لك فقط، بل تقيم بعض أنواع البكتيريا وليمة عليها في فمك. مقرف! تصدر هذه البكتيريا أحماضاً يمكنها تدمير طبقة المينا الموجودة في أسنانك وتشكيل الالتهابات التي تؤدي إلى تسوس الأسنان. لذا تجنب المشروبات الغازية والبسكويت والحلويات لتحافظ على صحة أسنانك، وإن فعلت ذلك لن تكون بحاجة للقلق بشأن تسوس الأسنان، ولعلك تفقد أيضاً القليل من الوزن الزائد. والطريقة الأولى، أطعمة يمكنها تبييض أسنانك. لست بحاجة إلى فرشاة أسنان ومعجون لتبييض الأسنان لتمنح أسنانك بياضاً ناصعاً. عليك ببساطة تجنب الأطعمة الحمضية التي تخفض مستويات الحموضة في فمك، والتوجه نحو الأطعمة المرتفعة في المحتوى القلوي والتي ترفع من مستويات الحموضة. وفقاً لطبيب جوناثان ليفن،
الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، يعتبر التفاح خياراً رائعاً نظراً لكونه فاكهة قلوية ولقدرته على إزالة البقع عن الأسنان. يمكن للبطاطس الحلوة المساعدة في تبييض الأسنان، ويحتوي الأناناس على مادة البروميلين، وهي مكون في معجون الأسنان يساعد على إزالة البقع، كما وتحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يمكنه المساعدة في منع التهاب اللثة. وإن قمت بفرك أسنانك بلب قشر البرتقال، ستجعل أسنانك تلامس مادة الليمونين، وهي مادة تستخدم في العديد من منتجات تبييض الأسنان. وإن فعلت ذلك، قد تحصل على أسنان أكثر بياضاً مما كانت في السابق. وبالطبع تذكر أن النهج الأكثر أماناً عندما يتعلق الأمر بالعناية بالأسنان هو اتباع ما يوصي به أطباء الأسنان، حيث توصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً، ويوصى أيضاً باستخدام الخيط لتنظيف الأسنان يومياً. إن كنت ترغب بإجراء تغيير على روتين عنايتك بأسنانك، فلا تتردد بزيارة طبيب الأسنان، كونه قادر على وضع خطة لك تلائم نمط حياتك. إذن أخبرونا يا رفاق، ما هي أطول فترة مرت دون أن تنظفوا أسنانكم بالفرشاة؟ أخبرونا بذلك في التعليقات أدنى، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، والنقر على زر الاشتراك للبقاء في الجانب المشرق للحياة.